مرحبا بكم في قناة منارة الثقافة. في هذا الفيديو نقدم لكم غواصون في زمن الدولة العثمانية. تعود أول أنشطة الغوص في الدولة العثمانية إلى القرن السابع عشر، وقد وصل عدد الغواصين في بحرية الجيش العثماني إلى 300 غواص. فقد كان الغواصون في ذلك العهد يبحرون من الشاطئ مع جيش الدولة العثمانية في وقت السفر، وكانت مواد الغوص تستورد من الخارج في فترة السلطان عبد العزيز في بادئ الأمر، حتى بدأ تصنيع تلك المواد في مصنعين خاصين للدولة العثمانية في عهد السلطان عبد الحميد الثاني، الذي جلب بدوره أول غواصة متداولة في المياه التركية. أتمنى أن تكون هذه المعلومة قد أفادتكم. إلى اللقاء في فيديو قادم.